أحلى حياة جبالنا بالحب عمرا. خير زينب، يسعد لي صباحك سمر. كيفك اليوم؟ شو رايك مع هالسقعه؟ ما عاد يلتبس صيفي بالمره. يعني انا اليوم عامله احتياطاتي، انت اكلتي اليوم؟ لا ان شاء الله هلا بتشوب شوي يعني. لا ان شاء الله، بس هلا صيفي ما عاد يلتبس، اكيد اللبس الخريفي صار ضروري. يسعد صباحك عن جديد، وصباح كل مين عم يتابعنا نهار جديد، بتمنى يحمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه اكيد، والصحه والسلامه لكم. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة، ابقوا برفقتنا بحلقة مميزة كتير أنا وزينب، ويسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك سمر، وأكيد بتجدد التحية الصباحية على كل من انضم لرحلتنا الصباحية لليوم. نقول صباح جبر الخواطر والكلمة الحلوة والطاقة الإيجابية. اليوم نحن بأمس الحاجة لأي كلمة حلوة ممكن أنه يمكن هيك نتعامل فيها حتى نخفف على بعض شوي من الضغوط اللي عم نعيشها. صباح ان شاء الله الرضا اللي بيحمل معه كل الخير لكم مشاهدينا. حلقتنا لليوم فيها العديد من الفعاليات والاخبار من العديد من المحافظات السوريه، ابقوا برفقتنا لكن بعد الفاصل. زينب، اليوم 14 تشرين الأول، كثير من الأحداث صارت بمثل هاليوم، خلونا نتابعها مع بعض. اليوم 14 تشرين الأول، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1812 بدء العمل بقناة ريجينتا في لندن، وبعام 1884 المخترع الأمريكي جورج آيستمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية، وبعام 1964 منح جائزة نوبل للسلام لمارتن لوثر كينغ، ومثل اليوم من عام 1990 منح جائزة نوبل للسلام للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1914 ريمون ديفيس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 2002. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1984 مارتن رايل، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1974. واليوم 14 تشرين الأول هو اليوم العالمي للمقاييس. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم. نهاركم سعيد. صباح الخير، كيفك؟
أكيد سمر، حلقتنا لليوم فيها كثير من الضيوف الاختصاصيين، وطبعا رح نحكي بعدة مواضيع إن كانت صحية غذائية وأيضا تطوعية بحلقتنا لليوم. أكيد كثير من المواضيع المهمة لكل السيدات كمان اليوم تابعونا. حنحكي عن سرطان الثدي والنظام الغذائي المفيد، وحنحكي كمان على شلل الأطفال، كمان موضوع كثير مفيد. أكيد. حنحكي لكل الشباب السوري على همة شبابنا قد ايه حلوة وقت الحرايق. حنحكي عن المغامر السوري وحنعمل لقاء معهم شو عملوا. أكيد. شو التحديات اللي واجهوها وقت الحرايق اللي صارت بجبالنا، والأهم أنه دائما الفعاليات اللي عم تصير بدمشق والمحافظات السورية دائما عم نحاول سلط الضوء عليها، فكيف إذا كان تكريم لأبناء المتفوقين، طبعا أبناء المعلمين المتفوقين بكلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق. خلونا نتابع ونرجع. أكيد وراح نبدأ بأولى فقراتنا مثل ما حكينا لكم أنه اليوم عنا فقرات كثير متنوعة. أكيد الشهر الوردي هو شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، أهمية الكشف المبكر اللي دائما حاولنا من خلال برنامجنا أنه مع ضيوف أخصائيين نوعي على أهميتها. رح نحكي اليوم عن العديد من عوامل الخطر اللي ممكن تساعد على الإصابة بسرطان الثدي، مثل الوراثة، التاريخ العائلي، وأيضا جينات، العمر، العوامل، حتى النظام الغذائي أيضا. أكيد زينب، في كمان كثير من العوامل الأخرى ولكن مو كل الناس عم تعرفها، مثل التدخين وأكيد وعدم ممارسة الرياضة والنظام الغذائي. لنوضح أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم الدكتور نصر الزير، أخصائي تغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. يعني هذا الشهر حاولنا كثير أنه نوعي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي عند النساء. أغلب الأخصائيين قالوا أنه ممكن يكون النظام الغذائي هو سبب الإصابة بسرطان الثدي. يعني عم نسمع كثير من الأقاويل والشائعات حول الغذاء بما يتعلق بالسرطان. نعرف أول شيء عن النظام الغذائي، هل له دخل بسرطان الثدي؟ وهل بيأثر إذا كان الواحد معه مثلا سرطان؟ صحيح. هلأ التغذية أو الأمراض السرطان من الناحية التغذوية كتير مهم. هلأ بدنا ننوه على فكرة أنه مو كل أنواع السرطانات ممكن أنه تتأثر بالعامل التغذوي من ناحية السببية، أنه يكون يعني التغذية داخلة كسبب من أسباب حدوث السرطان، وإنما هو ممكن في أنواع من السرطانات ممكن أنه يلعب فيها دور التغذية. لكن من الناحية الوقائية كونه التغذية هو عامل بيئي ممكن أنه يلعب دور مسبب لعدة أنواع من السرطانات، وبالتالي الوقاية واحدة. يعني أنا لما أتبع نظام غذائي في وقاية من حدوث السرطانات أو بقينا من عوامل ممكن أنه تعمل سرطانات، فالوقاية واحدة بالنسبة لجميع أنواع السرطانات. ولكن من الناحية السببية وكيف فيزيولوجية تأثير التغذية على السرطانات تختلف، ممكن ما يأثر التغذية أنه يكون سبب وممكن أنه يكون سبب رئيسي. هلأ عند سرطان الثدي نعم التغذية بتلعب كتير دور كبير، وممكن أنه تكون هي إما عامل وقاية مثل ما ذكرنا أو عامل مسبب لسرطان الثدي. نعم أكيد دكتور، في بمواقع التواصل الاجتماعي كتير بنسمع سيدات بيوصفوا وصفات لبعض لمحاربة سرطان الثدي، مثلا مثل بيقولوا مثلا القشطة، العسل، وكتير من الأغذية الثانية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، هل هذا الكلام صح ولا لا؟ كمان نحكي على موضوع كيف السيدات عم تنصح بعض من غير استشارة الطبيب. صحيح. هلأ بالبداية بدنا ننوه أنه زيادة الوزن عند السيدات خاصة بعمر ما قبل انقطاع الطمس
هذا الشيء كتير بي 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 بيكون سبب لحتى لحدوث سرطان الثدي، أو يعني بتزداد فرص أو عامل خطورة الإصابة بسرطان الثدي. كتير دراسات وجدت إنه الزيادة ما بين 10 إلى 20 كيلو جرام بفترة يعني بين 20 إلى 40 سنة، هذا بيزيد تقريبا ضعف خطر الإصابة بحدوث سرطان الثدي. وبالتالي الوزن كتير مهم بموضوع سرطان الثدي بالذات، كان يعني من أنواع السرطانات الأخرى. هلأ في كتير من مثل ما قلتي الشائعات أو كتير من الوصفات اللي بتستخدمها السيدات بدون استشارة طبيب أو حتى بدون استشارة أخصائي التغذية، يعني من فكرة هي أنه ممكن أنه يقيها أو حتى يساعدها إذا كانت هي مصابة ومشخصة. يعني مثلا النظام الغذائي اللي بيدخلوا فيه الصويا والفيتو استروجين، هذا ممكن انه يعني كثير كتابات على الانترنت بتقول انه هذا ممكن انه يعالج او ممكن انه يعمل وقايه او ممكن انه بعد الاصابه ما بيسبب حدوث تكرار للاصابه. صراحه ما في اي دراسه ممكن انه توضح هذا الشيء. بالعكس ممكن انه الصويا او حتى الفايتو استروجين يتداخل مع، اذا كانت هي عم تاخده اثناء العلاج ممكن انه يتداخل مع العلاج ويأثر عليها. كثير من السيدات بيستخدموا برنامج غذائي قليل بالالبان ومشتقاتها. هلا هذا الشيء ما اثبته العلم، ولكن العلم بيقول انه كل شيء اغذية هي عالية بالدهون فهي لازم نخفضها سواء أثناء العلاج أو بعد العلاج أو حتى كوقاية من حدوث السرطانات. وبالتالي ممكن أنه يكون جزء صحيح أنه نحن ما نأخذ الحليب ومشتقاته الألبان والأجبان كعالية الدهون، وإنما منخفضة أو متوسطة الدهون، يعني قليلة الدهون. أيضا في كتير من منشوف سيدات بيقولوا لا أوكي خذي فيتامينات، خذي مضادات أكسدة خاصة أثناء العلاج، هذا بيساعدك أو ممكن أنه يسرع من شفائك. هذا كمان ما في كتير دراسات واضحة على هذا الموضوع. في دراسات قالت أنه لا، هاي المضادات الأكسدة ممكن أنه تأثر على عمل الكيموثيرابي للمعالجة الكيميائية وحتى المعالجة الإشعاعية، لأنه التيومر أو الورم لما يكون ممكن أنه أنا من خلال الإشعاع أو من خلال المعالجة الكيميائية عم ساوي له أكسدة وبالتالي عم دمره، فمضادات الأكسدة ممكن أنه تحميه وبالتالي بيضل التيومر. هي كلياتها يعني دراسات لسه بحاجة إلى يعني طور البحث. نعم. وبالتالي كل هالشائعات هي يعني من سيدة لأخرى بنختلف، بيراجعونا بيقولوا لنا شو رأيك بهذا النظام أو بهذا النظام. لا، نحن بننصح بيكون نظام متوازن غني يعني متوازن غني بالمغذيات الأساسية بنسب ما تكون زائدة عن حد الطبيعي. السكر الزائد ممكن انه يلعب دور بحدوث السرطانات، ممكن انه في انواع اكيد الاغذية الدسمة حكينا انه ممكن انه هي تساهم في الحافظات او المواد الحافظة ممكن زيادتها ممكن انه كمان تساهم. دائما بنقول للسيدات انه ما تاكلوا يعني او تقلوا الاكل او تشووه ممكن انه يسود مكانه، هي ايضا عوامل محرضه لحدوث السرطانات. هي كلياتها وقايه، وبالتالي نحن هون بنعمل وقايه من كنظام غذائي من حدوث السرطانات. اما من الناحيه التغذويه نظام متوازن، كل هي اللي حكينا نحن عنه مجرد شائعات، دراسات لسه ما اثبتتها. نعم. طب خلينا نحكي شوي كمان عن، بما انه عم نحكي عن الشائعات وكذا، كمان هلا في ناس عم تتجه على الطب البديل. نعم. الطب البديل عم تقراه على مواقع التواصل الاجتماعي وان كان من بعض العالم حتى اللي ما انا اختصاصيين، ونحن بنعرف دائما ان الاعشاب لها سلبيات والى ايجابيات. نعم. مثل ما بيقولوا بالعاميه الزائد اخو الناقص. صح. فكمان خلينا نحكي الطب البديل هل فعلا بيساعد بتقليل من سرطان الثدي، او مثل ما بيقولوا الاطباء لا ممكن ياثر على جرعات الكيماوي او العلاج اللي عم ياخذه الشخص المريض؟ بالضبط. نحن حكينا دائما الهيربرال ريميديز او العلاجات بالاعشاب دائما هي محل شك
من خلال الدراسات هي محل شك. في دراسات ممكن انه تدعم هذا الشيء، بس يعني الدراسات الاغلب بتقول لا. مثل ما ذكرنا نحن يعني في سيدات بيستخدموا انه مثلا الفايتو استروجين الموجود بكثير من الاعشاب ممكن انه ياثر على العلاج الكيماوي او حتى العلاج الاشعاعي للسيده الاثناء يعني معالجتها. وبالتالي نحن بنقول لا، الاعشاب هي يعني ما في اي ابحاث علميه بتاكد على فوائدها، وبالتالي نحن بنبتعد عنها، خاصه انه ممكن مثل ما ذكرنا بعض الاعشاب لا تاثر على، حتى ممكن انه تتداخل مع عمل انواع من الادويه مثل التاموكسيفين ممكن انه تاثر على عملها. وبالتالي لا، نحن بنبتعد عن العلاج بالاعشاب لانه هو يعني علاج ممكن انه يكون، ممكن انه نحن ناخذ الخضروات ك مضادات أكسدة كوقاية، أو حتى بعد العلاج ممكن أنه نحن نحسن نظامنا الغذائي بإكثار مضادات الأكسدة مشان نمنع تكرار حدوث السرطان. مثل ما بنعرف أنه ممكن ترجع هاي الخلايا السرطانية تتكاثر. ممكن أنه ترجع وتتكاثر، وبالتالي من خلال مضادات الأكسدة اللي نحن بناخدها من غذائنا، الخضروات الورقية، الفواكه، لازم دائما الفواكه منقول 4 حصص أو 3 لـ4 حصص بيومنا بنظامنا اليومي، يعني تقريبا 2 أو 3 مرات ناكل فواكه، طبعا بيكون بكميات محددة. الخضروات الورقية دائما بننصح نحن فيها، أما الطب الأعشاب ما في دراسات لحد الآن بتأثبت هذا الشيء. تمام دكتور، بما أنه عم نحكي على الوقاية خلينا نحكي شو هي الأغذية اللي لازم نركز عليها بنظامنا الصحي والغذائي باليوم، يعني شو لازم كل يوم ناكل للوقاية من سرطان الثدي أو الأمراض الأخرى برأيك؟ صحيح، حكينا نحن دائما نحن منحب نركز خلال الوقاية مو بس من مشان السرطانات، دائما نحن بنقول النظام الغذائي هو نمط حياة، تغيير نمط حياة باتجاه إلى أغذية صحية بالإضافة إلى ممارسات صحية وخاصة الرياضة. طبعا الرياضة كتير لها دور مهم في الوقاية أو حتى في تخفيف عامل الخطورة عند السيدات المصابين بسرطان الثدي، وكتير دراسات بتثبت أنه نصف ساعة إلى ساعة من الرياضة يعني بتعمل وقاية تقريبا 10%، يعني السيدة اللي بتلعب الرياضة بتكون عندها وقاية 10% زيادة عن السيدات اللي ما بيلعبوا رياضة، وهذا نسبة لا بأس بها يعني. وبالتالي نحن نمط الحياة يكون من خلال نظام غذائي صحي، نتجه أكثر نحو الخضروات مثل ما ذكرنا، الخضروات الورقية كمضادات أكسدة، الفواكه، نقلل الدهون قدر الإمكان وخاصة الدهون المشبعة ومسميها الدهون المتحولة أو الترانس فات اللي بتتواجد بالسمن النباتي، دائما نبتعد عنه لأنه هذا عامل خطر وممكن أنه يكون سبب من أسباب حدوث سرطانات، خاصة سرطانات الكولون وأنواع سرطان تتعلق بشكل مباشر بالتغذية. نبتعد عن المواد اللي ممكن أنه نتحسس منها لأنه هذا الشيء كمان بيأثر. مثل ما ذكرنا من خلال ممارساتنا اليومية نحن دائما بنقول مادة الأكريلاميد هي اللي هي نحن أنه مثلا نسخن الخبز أو يعني لحتى يحترق، أو مثلا نشوي لحتى يحترق، دائما بيقولوا والله الشوي إذا كان مشوي أكثر أطيب، أو سفل الطنجرة مثل ما بيقولوا، هذا كلياته ممكن انه تكون عوامل على المدى البعيد، عوامل مؤثره وممكن انه تكون عامل خطوره لحدوث السرطانات. تمام نعم. طيب هلا اذا كان مريض سرطان وعم يتعالج بالعلاج الكيماوي، في اطعمه معينه لازم يركز عليها خاصه انه بضل جسمه 3-4 أيام تعبان؟ صحيح، دائما نحن بنقول خلال العلاج الكيماوي بتحدث شغلات مع المريض مثلا مثل اقياء مثل غثيان، فالاطعمه اللي هو ما بفضلها لا يعني تقرب له عليها لانه ممكن انه هذا الشيء يعمل رد فعل عنده. اضف الى انه الوجبات تبعه لازم تكون متقطعه، ما لازم نعطيه وجبات يعني كبيره بفرد مره، يعني دائما نقسم له وجباته، وممكن احيانا نضطر الى انه التغذيه من خلال التغذيه الانبوبيه اذا هو ما كان عم يقدر ياكل عن طريق التم،
وبالتالي كلها هي استراتيجيات نحن ممكن انه نتبعها، ان نحببه بالاطعمه، ممكن انه نعطيه مثلا نزيد له مثلا منكهات طبيعيه مثلا، يعني نقرب له. دكتور كثير بيقولوا على السكر انه السكر مثلا المصابه بسرطان الثدي تبعد عن السكر، شو رايك بهذا الكلام؟ هل هو صح ولا لا؟ وبدنا نصائح اخيره كمان منك. حكينا انه السكر دائما نحن في منقول السمين، الملح والسكر. تمام. السكر كتير طلعت عليه دراسات انه هو عامل خطورة مو بس لسرطان الثدي، لا كثير انواع من السرطانات، ولكن عند سرطان الثدي نعم السكر هو عامل خطورة كتير كبير. حكينا انه لازم تبتعد عن السكريات، خاصة السكريات البسيطة، السكر المائدة هذا كتير خطير، تستعيض عنه بالالياف الغذائية، بالسكريات المعقدة اللي هي بتكون موجودة بأنواع مثل الرز، مثل الخبز القمح الكامل، هدول دائما يعني تبتعد عن السكريات البسيطة، المحليات مثل يعني أو الأغذية السكرية مثل الحلو مثل هالشغلات تبتعد عنه، خاصة إذا هي عندها تشخصت إنه هي عندها سرطان الثدي، وبالتالي لازم تبتعد عن هذا الشيء. وأيضا كوقاية مثل ما قلنا نظامنا الغذائي لازم يكون متوازن، أكثر ميولا إلى الخضروات، إلى الفواكه، إلى الأطعمة مثلا الغنية بالألياف. الأوميجا 3 كمركب هو مهم جدا للانقسام الخلوي الطبيعي، وبالتالي ممكن إنه يساهم، موجود بالجوز وباللوز طبعا، مو يعني المحمصين أكيد، الني هذا كتير مفيد. نظامنا الغذائي مثل ما ذكرنا لازم يكون متوازن، يحتوي على جميع العناصر الغذائية، نبتعد عن الدهون، نبتعد عن السكريات البسيطة والوجبات السريعة، والوجبات السريعة أكيد، عن مثل ما ذكرنا السمنة النباتي، الأكل المليان زيوت، ونبتعد عن المواد الحافظة مثل ما ذكرنا الأندومي وهالشغلات، هي كلياتها ممكن إنه تحرض على المدى البعيد، نحن ما بنعرف خطورتها، وبالتالي هيك نحن بنبقى سليمين كتغذويا، ودائما نمارس الرياضة، لأنه الرياضة كتير مهمة لجميع يعني جميع العمليات الخلوية داخل الجسم، ومنها مكافحة السرطان. نعم، يعني كتير معلومات أعطيتنا إياها، ويعني فينا نقول الخلاصة نظام غذائي لازم يكون نظام حياة وخاصة صحي بين قوسين، يعني حتى العالم تقى من كثير من الأمراض مثل ما بيقولوا. شكرا لوجودك دكتور على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، إن شاء الله الكل يكون استفاد منها، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. أكيد إن شاء الله. شكرا دكتور، شكرا على معلوماتك القيمة، نشوفك أكيد بحلقات قادمة. شكرا، نورت صباحنا اليوم. وهلا يا زينب حنروح للحسكه لصوت يعلو فوق صوت التحدي والامل، فاعاقته الجسديه لم تمنعه من تحدي الصعاب والاستسلام للياس، بل زادته اصرار وعزيمه على تحدي الواقع والصعاب التي واجهته. حكايه تحدي وامل مع مراسلنا في الحسكه احمد الحمدوش. بل زادته إصرارا وعزيمة على تحدي الواقع والصعاب التي واجهته، فلا صوت يعلو فوق صوت التحدي والأمل. الحياة بدها تستمر، كان بالحرب ولا كان قطع الماء ولا غيره ولا شيء، إنسان بده يتحمل المصاعب، والإنسان هو بده يشتغل وما يفكر أبدا لا بالحرب ولا بشيء ولا هاي. بده إنسان يشتغل ويكون طموح، إنسان لازم يكون طموح، والحمد لله من وراء هالبسطة أنا عايش. إعاقتي أنا هاي آخر شيء أفكر فيها، لأنه أنا عندي إرادة وتصميم، وأنا أحس حالي أحسن من كتير عالم عم تمشي واقفة على إجريها. الحمد لله أنا صحتي وعافيتي وإعاقتي أحس مو ضارتني نهائيا. ليش؟ لأنه أنا عندي إرادة، وأنا مواطن سوري أعيش بكرامتي وما دق باب حدا، وإعاقتي مو مأسرة علي، والعالم كله طلعت برا وما في شيء، وهاي قالوا ما في شغل والمعيشة. لا بالعكس، انت اشتغل ومن احلى ما يكون. اعاقتي قلت لك اخر شيء انه افكر فيها. بجسم نحيل وساق طالها المرض والعجز عن الحركة، وبشرة سمراء اجهدها العمل، يمارس شريف رفيعة من مدينة الحسكة عمله في سوق الهال منذ 15 عاما بكل حماس وجد، ليؤمن دخل أسرته المكونة من 6 أشخاص إضافة لوالدته، وجعل من مشكلته الصحية دافعا للنجاح في الحياة وعدم الاستسلام وتحدي الصعاب.
يؤدي الشريف عمله بكل طاقته حتى يثبت للمجتمع أن الإرادة تغير حياة الإنسان إلى الأفضل. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. استمر مساحتنا الثانية كمان هي طبية وبخصوص طبعا شلل الأطفال. هالمساحة اللي حنخصصها اليوم للإجابة عن أسئلتكم رح نحكي فيها عن الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، ونضوي على هالموضوع مع الدكتور ظافر سلامي أخصائي بأمراض الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف شو هو شلل الأطفال، ولشلل الأطفال مثل ما بنعرف كتير أنماط، كمان خلينا نحكي عليهم. هلا شلل الاطفال هو مرض فيروسي كان كثير شائع بالقديم. هو بيجي عباره عن فيروس بيصيب الاطفال اغلبهم تحت عمر السنه، بيؤدي الى مشكله حركيه عند الطفل. طبعا نحن اكيد عم ناكد على مشكله حركيه عند الطفل، بيؤدي الى شلل، ممكن يكون شلل جزئي او يعني هو عرفتي له مجموعه اعراض، ممكن يكون جزئي ممكن يكون شامل، ممكن يكون يتراجع احيانا. كانوا بالقديم حتى في مرضى يتراجع الشلل عندهم، يعني بعد ما ينصابوا بالشلل مع الزمن تلاقي الاصابه تتراجع شوي شوي. فهو اصابه فيروسيه بتصيب الأطفال أغلبهم تحت عمر السنة، وبتؤدي إلى إعاقة حركية عند الطفل، الأغلب هي طبعاً بالطرفين السفليين تجاه الأطفال. نعم، خبرنا شوي عن أهمية اللقاح ضد شلل الأطفال دكتور. هلا يعني هو إحنا ما هي حملة وطنية ومجانية. أكيد، بس أنا أحكي شغلة عن لقاح، نحن عن لقاح الشلل بحد ذاته. نعم. إحنا بالقديم قبل ما يخترع لقاح الشلل كانت الإصابة كتير شائعة، وبتعرفوا من بعرف من أعمارنا وأعماركم دائماً نشوف عنا بصفنا طفل معه شلل بالطرفين السفليين، فكانت إصابة كتير شائعة. وقت اللي اخترعوا اللقاح اللي بدي أول شيء طبعا لقاح فموي وبعدين صار عضلي، نحن اللقاح حمل البشرية كلها، مو نحن عم نحكي عن سوريا، البشرية كلها من الإصابة. عقبال كورونا هلأ كمان، عقبال كورونا إن شاء الله يا رب. لا هلأ الشلل أسوأ من كورونا، أنا بنظري الشلل أسوأ من كورونا. أكيد. يعني كشلل عم تعمل إعاقة مدى الحياة، فهو كتير أسوأ من مرض بيصيبك وبيمرق وبيروح، عرفتي؟ فالمشكلة انه كنا نعاني من مشكلة كتير كبيرة بصفنا وبرفقاتنا، تلاقي طفل معنا بالصف معه شلل الأطفال. وقت اللي اخترعوا اللقاح، طبعا اخترع أول شيء بروسيا، مشان هيك لقاح الكورونا إن شاء الله متفائل إنه يكون بروسيا كمان أول لقاح. فوقت اللي اخترعوا اللقاح توقف المرض بالعالم كله، ما عاد موجود المرض، يعني عرفتي قدروا يسيطروا عليه. طبعا لأنه هو الفيروس هو بيجي عن طريق البيئة المحيطة فيك، وطبعا عدوى بين العالم بتصير. فنحن وقت اللي اخترعوا اللقاح الفموي واللي أدى أنه نعطي فيروس مضعف يفوت يقعد بالأمعاء، لأنه الفيروس له ثلاث أنماط عرفتي بالقديم. هلأ طبعا صفى نمطين وحشيين بنسميهم، الوحشي هو اللي عايش بالبيئة بالمحيط مو اللي عايش ضمنك أنت. فنحن وقت اللي اخترعوا لقاح الشلل المضعف فصار يفوت يقعد بالأمعاء يستوطن فيها، فيجي في حال إجا الفيروس اللي هو الغازي اللي بيأذي، فبيلاقي انه المحل معود فيه ما بيقدر يفوت عليه، عرفتي؟ فهذا هو فئة لقاح شلل الاطفال. فنحن وقت اللي صار لقاح شلل يعني خدم البشريه كلها، ما عاد شفنا مريض اسمه شلل اطفال، نادر جدا. يعني انا بشغلي كله تقريبا من 20 سنه بعيادتي لهلا اجاني حاله واحده وقت اللي صارت الحرب بسوريا وتوقفت لقاحات، اجت حاله واحده شلل اطفال بكل 20 سنه، بينما بالقديم كنت كل يوم تشوفي حالات شلل اطفال. فاللقاح عطى فائده كثير كبيره. نحن يعني موضوع الحملات الوطنيه للقاح هي حملة كتير مهمة، لأنه أنت عم تحاربي الفيروس الوحشي. يعني أنت وقت اللي بتخلي فيروس أنت مصنعتي ضعيف ما أنه قدران يعمل شيء ويقعد بجسمك وما يخلي هذاك الفيروس يوجد حواليك، فبالنهاية بتأدي أنه هذا الفيروس بيختفي من محيطك من بيئتك اللي أنت حواليك، فما عاد تشوفي هذا المرض. أكيد دكتور. طيب بدنا نحكي عن أسباب حدوث شلل الأطفال، هل ممكن للسيدة الحامل المرأة الحامل هي تكون سبب يعني بعادات خاطئة أو بأي قصة تانية، ولا لا ما خصها بالموضوع؟ لا أكيد ما العلاقة بهالموضوع. إحنا الشلل هو يعني شلل الأطفال هو فيروس موجود مثل أي مرض، مثل الكورونا، إنه كانت العالم صارت تحكي بالكورونا، فهو مرض موجود، كان فيروس موجود منتشر بالبيئة منتشر بالمحيط، بيحملوه الناس بجسمهم بنحمل معهم بدون ما يعطي أعراض. فالشلل هو فيروس موجود بالبيئة المحيطة. نحن العدوى بتصير عن طريق انتقال من إنسان لإنسان أو من البيئة المحيطة، وقت اللي بنزل عن الأمعاء وبيكون هذا الفيروس هو فيروس وحشي غازي. طيب بيعمل دكتور أنت قلت قبل السنة، قبل السنة يعني بتبين إنه إذا بده يصير معه للطفل شلل الأطفال وبعد السنة. هلا نحن بيجي بكل الأعمار، بس إحنا يعني عند الأطفال بيجي، بس إحنا قبل السنة هو الأكثر شراسة بيكون. تمام.
طب خلينا نحكي شوي اليوم، هل الأم ممكن تعمل عادات خاطئة، ممكن يكون في تشوهات خلقية مثل ما قالت سمر، أو ممكن مثلا أنه يكون في عوامل وراثية، عوامل تؤدي لشلل الأطفال؟ لا أكيد لا، هو فيروس يعني، هو وباء، هو وباء، فالفيروسات أكيد ما لها علاقة لا بتشوهات ولادية لا علاقة بالعادات الخاطئة اللي عم تحكي عنها حضرتك. نحن أكيد هو فيروس بينتقل، بينتقل من شخص لشخص، ممكن ينتقل بالبيئات المنا نظيفة كتير، بنلاقيه أكثر بينتشر من بيئات نظيفة، بالتجمعات السكانية الكبيرة ممكن تلاقي أكثر من مثلا المناطق المفتوحة، فهذه هي العدوى تبعه. أما أنه ينتقل من طفل مشوه أو عندك مشاكل بالحمل أو أثناء الحمل، هذا ما له علاقة. أكيد دكتور، مثل ما حكيت أنه الحمد لله ما في شلل الأطفال، يعني من 20 سنة لهلأ طفل واحد، انا حمايتي حالي وحيده وباثناء الحرب بذروه الحرب كانت. وبما انه هلا كمان في عنا حمله للقاح، اكيد بدنا نشجع الكل، كل الاهالي ياخذوا اولادهم ويروحوا يلقحون هاللقاح المهم. هلا دكتور خلينا ننتقل لكورونا، بما انه هلا خريف والطقس صار سقعه وصار في برد، وهلا الاهالي كمان بدهم يخربطوا بين الكورونا وبين الجريب العادي، فخلينا نحكي شو الفرق وتوعيه للاهالي بما انه كمان راحوا الاولاد على المدارس، شو برايك؟ تمام، نحن اول شيء نحن هلا موسم الانفلونزا طبعا، موسم طبعا نحن هلا اول شيء بالنسبه للاهالي، ونحن عندنا مشكله وانا في اول ما فتحت مدارس، بس هلا العالم صارت تفهم انه الكورونا هو فيروس غريب عادي على الاطفال، مشاكله كثير نادره على الاطفال، اذياته كثير قليله، اخذ ضجه اعلاميه انا برايي اكثر بكثير من حقه، وهذا اللي خلى العالم تخاف، خلى العالم تبطل تبعت اولادها على المدارس احيانا لحتى اقتنعوا اخر شيء انه فيروس على الاطفال ما في مشاكل عندنا، فهو غريب عادي مثل اي غريب، تمييزه عن الغريب عادي كثير صعب غير عن طريق المسح عن طريق البي سي ار. فنحن الخيار قدامنا انه يعني في تشجيع كثير كبير على لقاح الجريب، انه بنقدر نخفف شوي الجريبات الموسمية بصفي، نقدر ممكن نقدر نحصر الإصابة انه يا ترى كورونا او لا، بنقدر نميل لهالموضوع. الشيء الثاني على الأطفال، الكورونا ما له مشاكل، نحن خوفنا من نقل الأطفال للبيوت للمنازل. فنحن إذا لقينا انه ابننا أصيب بجريب شو ما كان يكون أعراضه، بغض النظر عن الأعراض، لقينا عليه حرارة وسع عليه مثلاً وسيلان أنف أو إسهال وقيال، أنه الأطفال الأعراض الهضمية عم نشوفها بكورونا أكثر بكثير من الأعراض التنفسية، صحيح. فالحل المثالي أنه أنا هالطفل رجع على بيته، إذا في عندي حدا مضعف مثلاً عيان عنده مشاكل عم يأخذ أدوية معالجات سرطانية، إذا عندي حدا سكري أو ربو شديد من الكبار بالعمر سته أو جده بالبيت، نحاول فترة مؤقتة طبعا بجديد، نحن الحجر الحد الاقصى 5 ايام العزل بنقول، عفوا هو انه 5 ايام، يعني انا بعزل ابني 5 ايام عن هالشخص حياته مهدده وخلص القصه كلها على بعضها، هذه كثير بسيطه. هلا بالنسبه للتوصيات بالمنازل، بغض النظر عن وجود كورونا او عدم وجود كورونا، النظافه الشخصيه هذه كثير مهمه، هاي مهمه مش يعني احنا استفدنا بكورونا بهالموضوع، كثير فادنا كثير فادنا غسيل الايدين طبعا، احنا الكمامة يعني هون بتكمن اهمية التوعية كمان طبعا. دكتور، وخاصة تعرف طلاب المدرسة في منهم اعمار صغيرة ما بيستوعبوا يحطوا كمامة او ما بيستوعبوا انه كل شوي عقم، معلش نحكي كمان كمامة بس تحت 6 سنوات غير موصى فيها تماما، يعني ما انا صحيحة لانه الاطفال لا رح يحطوها ولا ايه كمامة، معلش قام عم ياكل قام حط بيقلي معي رجع حط على وشه عم بيتبادلوا الكمامات، يعني انا بنتي اجت على البيت جايبت لي كمامة، قام قالت لي هي كمامة رفيقتي واعطيتها كمامتي، قلت لها ولي ما عاد اعطيك كمامة بالمرة ربحانين خيو خذوا كمامتك. فنحن التوصية نحن الكمامة معلش وعم نشوفها كثير عند الاطفال وهي غير موصى فيها طبيا، وانا برايي مشاكلها اكثر من فوائدها. الشيء الثاني انه بوصي ابني انه بس تفوت على الحمام، بس تطلع، بس قبل ما تاكل اذا مسكت شيء بايدك اغسل ايدك، بوصي ابني انه اذا في العاب لرفيقك ادوات قلم عم تستعمل فمانك مضطر تاخذ منه، يعني دكتور قد ما وصيناهم بيبقوا صغار، يعني بيبقوا يعني صغار احنا بنوصي الطفل الطفل له قدره هائله على الاستيعاب، ما بتتخيلي قد ايه مستواه العقلي مناعته بتكون قويه اذا انصاب لا سمح الله، اكيد اكيد طبعا، يعني ممكن انه يعني بيقاوموا بشده شديده، يعني الاطفال كثير نادر ما شفنا غير كم حاله كوازاكي طبعا، وهي حاله هي ما لها علاقه الكورونا او غيره ممكن يعمل كوازاكي اللي هو بتجي حراره عاليه واصابه قلبيه، وفيات كثير نادره نحن سمعنا صراحة عن وفيات صارت من كورونا عند أمراض اللي عندهم أمراض خبيثة عم ياخذوا معالجات كيماوية، أما ما نحكى عن طفل طبيعي ما عنده مشكلة صار وفاة لا سمح الله، قبلات مشافي عند الأطفال الأسوياء ما شفنا، يعني طفل سوي نام بالمشفى ما شفنا هيك حالات، يعني إحنا ما عم نحكي عن سوريا حتى بالطب، يعني حتى إحنا بنتابع الأخبار كلها الطبية ما في هيك نحكى عنه، فنحن هو الكورونا هو مرض عادي. الشيء الثاني معلش بدي أحكي لك شغلة، الطفل كثير ذكي ومهاراته عالية جدا، بتقدري تفهمي مثل ما طفل ممكن تعلمي لغة ولغتين وثلاثة وأربعة
وبتعلمهم بسهوله. في يتعلم غسيل الايدين، في يتعلم النظافه الشخصيه. ما عم اقول لك يمسك الكحول يعني بخبخ عائله، طبعا هذا حكي منه مقبول على الاطفال. يعني اصلا احنا يعني الاستعمال المفرط للمعقمات بيؤدي لحتى الفيروسات اللي اصلا احنا متعود جسمنا عليها بتصير هي تغزونا بالنهايه. يعني الشيء بالمعتدل يكون، وما نخوف الطفل، ما نفهمه انه والله الكورونا راح تموتك. يعني هذا حكي منه مقبول، عم نسمعه للاهالي الاطفال. لا، بتفهموا انه مشان ما تمرض، ما تحتقعد بالبيت، ما تعطل عن المدرسه، ما تسخن، يعني ممكن تهدئ انه ما تحتاج لك شيء ابره مثلا. فخذ العقم ايدي، غسلهم ونظف ايديك، لا تستعمل ادوات فيها. بس تعودوا الاطفال على هذا الشيء، يعني انه صار يفوتوا على البيت فورا غيروا ثيابهم على الغسيل ثيابهم، يعقموا ايديهم. ما هو ليش عم اقول لك اني اذكي كثير هني لحالهم يفوتوا بيشلحوا عليهم. فاتنا بهذا الموضوع دكتور، شو رايك بلقاح القريب للاطفال؟ باي عمر بتنصح فيه؟ وهل هو كمان ممكن يكون كمان وقايه يعني من اكيد الانفلونزا ومن الكورونا كمان ممكن يعطيه حمايه للطفل ولا لا؟ هلا هو من الكورونا ما له علاقه بالكورونا اكيد، اما هو لقاح ظريف يعني خصوصا مع اختلاط الكثير عند الاطفال المدارس. هو بيوقي من الانفلونزات العاديه تبع الشتاء. طبعا بتعرفي انت كل سنه هني بياخذوا سلالات فيروسيه حسب الانتشار وبيحطوها باللقاح، فانت بتخففي الاصابات الفيروسيه منه، بتخففي العطل عن المدارس، بتخففي الضغط النفسي للاهل انه والله ابني مرض كل اسبوع كل شهر عم يمرض. لا، انا بخفف عنه هالشيء. اللقاح ما له اثار جانبيه، ما له مشاكل، موصى به حتى الحوامل. معلش نحكي كلمه حقيقيه، موصى به للحوامل، لانه اذا الحامل بتاخده وهذه اكيد مثبته طبيا، بتوقي ابنه من مرض نحن كثير بنوقع فيه بمشاكل، هو التهاب قصيبات الشعريه اللي احيانا بتنيم الطفل بالمستشفى. فتخيلي قد ايه هو امن الى الحوامل موصى به بشده شديده. بينعطى فوق الست شهور باي عمر كان، من الست شهور وطالع لاي عمر، للكبار بالعمر للخطيره. كانوا بالقديم يوصوا فيه لمناطق التجمعات اللي عندهم مشاكل قلبيه رئويه، هلا توصل الكل. احنا اللقاح امن. هلا في فكره ثانيه عند الاهل انه هو بضعف المناعه، هو هذا حكي منه مزبوط. تمام، لانه انت عم تعطيه الضاد تقاوم فيروسات موجوده مثل اي لقاح، مثل وقت اعطيتي لقاح الشلل اللي عم نحكي عنه هلا واللي منع اصابات الشلل بالعالم، مثل ما انت بتعطي لقاح السعال الديكي وما عاد في شيء بالدنيا اسمه سعال ديكي، الدفتريا اللي كانت الوفيات كثير هائله منه وما عاد في شيء اسمه دفتريا، نحن عندنا الطاعون اللي وقفوا اللقاح لانه اختفى من الارض. يعني فالفكره انه عفوا جدري، فالفكره انه اللقاح هو ما له مشاكل ابدا. نعم، وما له اثار جانبيه، يعني من الطف ما يمكن تعطيه للطفل. ممكن يعني ترتفع حرارته اذا اخذ الطفل او كتير لا؟ نادر، كثير نادر. اوكي دكتور، شكرا. دكتور شكرا لمعلوماتك القيمه، كثير استفدنا اليوم اكيد نحن وكل الامهات اللي عم يتابعوك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا دكتور، وان شاء الله النصائح اهم شيء اللي قلتها حضرتك يستفيدوا منها كل اللي عم يسمعونا الاهالي، وبنتمنى الصحه والسلامه لعائلتك ولكل كمان. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا. أما هلأ زينب خلينا نروح إلى تكريم أبناء العمال المتفوقين مع زميلتنا سالي شار. تكريم أبنائنا الطلبي المتفوقين في الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي العامي هو دليل على إرادة الشعب السوري على الحياة وقوته في الصمود وتفوقه رغم كل الظروف الصعبة. هذا الطالب الذي تفوق رغم كل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا لهو دليل قاطع للغرب ولكل من عادى سوريا بأن إرادة الشعب لن تكسر. التفوق هو دليل على الصمود، دليل على الانتصار رغم الوضع المعيشي السيء، الحصار الاقتصادي، الوضع الاجتماعي السيء. أعداد المتفوقين عم تزيد سنة عن سنة. ميزة التكريم هذا العام زيادة عدد المكرمين، دليل أنه الاجتهاد والتفوق والمثابرة مستمرين. بهي السنة بالذات خصوصاً أنه طولت كثير علينا وأنه صار جائحة الكورونا، كان تفوقنا بمثابة معركة إثبات وجود. نحن كان بس بدنا نكافح لحتى نوصل لهي النقطة، فعلا تعبنا وتحدينا ظروف صعبة لحتى قدرنا نوصل الحمد لله. عن جد فرحانة كثير ويعني شعور حلو. أهلي أول شيء ومدرستي، مدرسة الأوائل طبعا كان لهم كثير دور كبير بحياتي وبهالنجاح طبعا الكبير. فرحة النجاح كانت أحلى فرحة ويعني شعور فخر واعتزاز، وبنصح كل الطلاب أنه يحطوا هدفهم بين عيونهم وأكيد رح يوصلوا لأنه عن جد ما في شيء بيوصف هالفرحة. شعور فرح كبير كثير ما بينوصف أكيد، لانه هو تعبي كل السنه اجت كل هلا
بالفرح هذا. طبعا علامتي هلا هي دعم لإلي لبعدين لحتى انا اكمل مسار التفوق هذا. الحمد لله شعور فرح وفخر بنفس الوقت. طبعا عطاني كثير حافز قوي لاني اكمل تفوق، وطبعا هي اللفته الحلوه خلتني اكثر بادر للتفوق اكثر واكثر ان شاء الله. زينب، دائما في الأزمات في فئة من الأشخاص بتنزل على أرض الواقع لحتى تساهم ولو بشيء بسيط لحتى تساعد غيرها بشكل فعلي وليس بالكلام فقط. واليوم عنا فريق المغامر السوري، أكثر من 18 ساعة اشتغلوا بمناطق شديدة التعقيد بريف اللاذقية لحتى يساعدوا الإطفاء بإخماد الحرائق ونجحوا بهالشيء. معنا اليوم إبراهيم سعود مدير الفريق المغامر السوري وحيدرة الجردي نائب قائد الفريق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. إبراهيم وحيدرة أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يعني رح بلش معك إبراهيم، أول ما كان مشهد الحرائق بالساحل السوري وحمص كتير من الشباب هبوا بالكلام، في شباب هبوا بالأفعال، كيف خلقتوا هيك التنظيم والتنسيق لحتى فعلا تروحوا وتتجهوا لمساعدة المجتمع المحلي ورجال الأطفاء بإخماد الحرائق؟ هلا نحن بشكل عام عنا حملة مسبقا من بداية تأسيس الفريق، هي حملة للعناية بالطبيعة لحماية الطبيعة. أكيد استقبلناكم قبل، نحن حكينا كثير عن فعاليات. تماما، نحن الحملة بتعنا بكل الأخطار اللي بتصيب الطبيعة، مو بس الحرائق، في كثير أخطار بتصيب الطبيعة، فنحن مسبقا جاهزين لأنه نستقبل يعني أي خطر أو أي شيء ممكن يصيب الطبيعة، ومجهزين حالنا مسبقا لهي السيناريو هذا. لما صارت الكارثة طبعا نحن تواصلنا مع الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، لأنه في شيء مهم أنه نحن يكون العمل منظم، يعني وإلا هي الجهود كلها بتضيع على الفاضي، فالعمل لازم يكون منظم ضمن حدا ضمن فئة معينة تنظم هذا العمل لحتى نحن نجمع هدول المتطوعين ويطلعوا لمساعدة هاي الأشخاص اللي مهمتها تخمد هاي الحرائق، من رجال أطفاء، من رجال الدفاع المدني وعناصر الجيش اللي كانوا طبعا عم يخمدوا هاي الحرائق. نزلنا الفعالية او المبادرة على صفحاتنا، ونحن الفريق منتشر بجميع المحافظات يعني تقريبا. تواصلنا مع المسؤولين عندنا، مع النواب المسؤولين مكاتب تبعتنا، وكل نائب تواصل مع المسؤول بمديرية الزراعة، ونسقنا هذه الامور معه طبعا. اي تمام. هلا بما انه بعد التنسيق، خلينا نحكي مع بعد التنسيق، شو صار وقت الحرائق؟ كم شب كنتوا وقت طلعتوا على الجبال؟ شو اشتغلتوا؟ شو عملتوا؟ كيف قضيتوا 18 ساعه واكثر؟ كيف قضيتوا؟ خلونا نتعرف اكثر شو عملتوا. نحن اعلنا عن نداء طوارئ خلال ساعات قليله، كان في عدد متطوعين كثير كبير تجاوز الألف. طبعا نحن يعني حاولنا قدر المستطاع ناخذ الكم اللي فينا عليه، تواصلنا مع مديريات الزراعة ومع رجال الإطفاء وتعاوننا كلياتنا، جمعنا حالنا وتوجهنا على أكثر من محور، يعني كنا عم نشتغل مناطق كثيرة بأكثر من محور، من حمص اللاذقية، مدينة القدموس، مدينة جبلة، بهذه القرى كلياتها. بكل محافظة نواب الفرق هناك استلموا مجموعة واتجهوا لمواقع الضياع. في عندك باللاذقية المجموعة اللي كنت على رأسها أنا، اتجهنا لريف القرداحة، منطقة اسمها بسوت وصار فيها أكثر الحرائق وبيت زنتوت، هذه أكثر منطقة كانت حساسة شوي، لهيك توجهنا عليها بعدد منيح. قررنا أنه يكون التجمع المتطوعين ببيت زنتوت، من هناك نحن كنا ننتشر بين الضياع بالتنسيق مع مديريات الزراعة، كل الشكر إلهم. بحب أشكر رجال الجيش العربي السوري ورجال الإطفاء، هن كانوا أشخاص ترفع لهم القبعة، يعني نحن كنا عم نساندهم. من بيت زنتوت نحن كان مركز تجمع المتطوعين، طبعا كل مجموعة من المتطوعين في بيستلمها مجموعة من المشرفين اللي عندنا بالفريق، ننتقل بين مواقع الحرائق، نوصل على موقع الحريق مثلا
بنوضع حالنا تحت تصرف رجال الاطفاء، بننتشر على طول امتداد النار. بعد عمليه الاخماد نحن بنكون اخمدنا النار، في عمليه المراقبه وعمليه التبريد اللي هي هسه بتيجي اهم من عمليه الاطفاء. بعد عمليه التبريد والمراقبه بنثبت عدد من المتطوعين معهم عدد قليل من المشرفين لحتى يتابعوا النار، لانه النار بعد ما نطفيها نحن ونعمل عمليه تبريد بتتشكل طبقه سميكه من الرماد، هي بتمنع انه يوصل الماء على الجمري اللي تحت، تكون تشكل الطبقه فوق بيكون صار الرماد تحت، شويه هواء خفيف ممكن يرجع يشعل النار. كان في رياح شرقيه. ايه تماما، فنحن عم نثبت مجموعه من المشرفين مع المتطوعين عدد قليل ونتابع على موقع ثاني متحرك عشان فينا انه ننتشر بشكل اكبر، وبنرجع على موقع بيت زنتوت لحتى ننطر اشاره جديده من مديريات الزراعه وجار الاطفاء لحتى نتحرك. ضلينا اكثر من 18 ساعه منتشرين نحن ناطرين ندها انه عالم ترتاح شوي، هذا يغفى شوي، انه يا دوب نكون نمنا شوي، انه يرجع انه يلا اطلعوا في بموقع كذا، اطلعوا في موقع كذا، تقسمنا وننتشر. نعم. ضلينا هيك لحد ما طلع علينا الضوء والحمد لله كانت الامور كويسه. الحمد لله. يعطيكم الف عافيه يا رب. يعني ابراهيم ثلاث ايام تقريبا او اكثر ظلت الحرائق عم تلتهم الاراضي الزراعيه بساحلنا الحبيب. هذا المشهد انتم كشباب اليوم وخاصه كنتوا تتابعوا ادق التفاصيل وتثبتوها بدراسات ان كان نباتات، حيوانات، مناطق جديده كمغامرين سوريين، اول شيء احكي لنا عن مشاعركم لما شفتوا هذا الشيء، هذا المشهد لا ينسى، يعني حتى الأهالي كتير كان في شيء إنساني كمان عند السوريين. ثاني شيء أنتوا ضليتوا أيام حتى انخمد الحريق بالكامل، تمام، في فكرة لحتى ترجعوا وتذكروا بأهمية زراعة هذا الشيء؟ تماما. هلا نحن أول شيء في عنا يعني الهدف الأساسي عنا بالفريق، طبعا هو فريق رياضي تابع للجنة العليا للأنشطة الخارجية تابع للاتحاد العربي السوري للرياضة الجميع الاتحاد العام. الفريق أساساً معنى بإقامة أنشطة رياضية بالطبيعة، يعني نحن الساحة اللي منقوم فيها أنشطتنا هي الطبيعة يلي تعرضت لهذا الضرر، والهدف الأساسي اللي منركز عليه نحن أنه ناخد الشباب نكون ذكريات حلوة لإلهم بهاي الطبيعة بهالمناظر الحلوة، ناخدهم على مواقع ما فيهم بالعادة يوصلوا عليها، ما في إلى طرق مؤمنة أو ما إلى يعني زيارات خاصة. هاي المشاعر لما عم تتشكل أو هالذكريات عم تتشكل عم تولد مشاعر حلوة عند هدول الأشخاص لأنه هي مقترنة بالذكريات، فأي شخص من هدول الناس لما عم يشوف هالموقع اللي هو إله ذكريات فيه عم يتعرض لهالحريق عم يتأثر بشكل كتير كبير. يعني نحن في عنا عالم اتصلوا فينا كانوا عم يبكوا، كانوا عم يبكوا من المشهد، يعني مشتركين عاديين انه ما أنا من المنطقه وما نن قريبين من مناطق بعيده، ايه كانوا عم يبكوا انه ليش هيك، شو بدنا نعمل، شو بدنا نقدم نحن. فهذا الموضوع كثير كثير مهم، يعني نحن الشعارات كثير احيانا بنسمعها ما ترمي نفايات ما تحرق، بس لما بيتعلق الموضوع بالمشاعر بيصير الموضوع فيه اكبر، وهذا السبب يلي خلى العالم يعني تتطوع لهذا الموضوع بشكل كثير كبير. وكان مثل ما ذكر كابتن حيدر انه خلال ساعات نحن وصل عدد المتطوعين لألف واكثر. يعني بشكل عام نحن للمرحله اللي مثل ما انك عم تذكري بعد ما اخمدت الحرائق وهي هلا موضوع التشجير هو موضوع مهم جدا، ونحن اساسا بالحمله عندنا التشجير ما بيقتصر على وقوع الحرائق بس، يعني التشجير هو شيء دائم نحن راح نقوم فيه. الموضوع الاهم هو ان احنا ننشر التوعي لانه نحن لازم نتجنب وقوع الحريق بشكل عام، لو شجرنا ورجع صار الحريق فنحن ما استفدنا شيء. نحن لازم ننشر توعي، نعلم العالم اساليب ارتياد الطبيعه منشان ما يرجع يتكرر هيك حوادث مع الكل بشكل عام، يعني منشان اي خطا او اي خطر يصير يكون في جاهزيه او وعي عند الشباب بهذا الموضوع. وحملات التشجير اكيد الى مواسمها والى وقتها نحن راح نكون موجودين فيها وراح ننظم لها حملات اكيد. اكيد مثل ما حكيت عن الحرائق وحكيت عن روح الفريق الجماعي، خلينا نحكي عن الصعاب اللي واجهتوها، يعني اكيد انتم واجهتوا صعاب كثير كبيره، خلينا نسلط الضوء عليها، خلينا نحكي عن همه شبابنا السوري وعن ارادتكم قديش هي قويه وحلوه، وشو هي رسالتكم؟ بالفعل كان 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 في انه تحسي انه محبه كبيره وانه في روح قويه كثير للتطوع وللشباب، يعني كانت الاعداد انه شيء بفاجئ انه من الشام عم بيحاولوا، انه بيجانا اكثر من اتصال من كذا شخص، انا معي 50، انا معي 40، انا معي 30، من الشام، من حمص، من حماه، سلمي، انه كثير محافظات من حلب، انه بس انه تبس وزعونا شو بدنا نشتغل شو بدنا نعمل. طلعنا نحن انه حاولنا ناخذ العدد اللي القادرين انه يكون
اكيد للموقع، ومثل ما عم قال لك يعني احنا كنا منتشرين باكثر من موقع، منا ريف جبله والقدموس وحمص واللاذقيه. تمام. طيب ابراهيم، بما انه هلا الحمد لله انطفت الحرائق بالساحل السوري، همه الشباب، همه المجتمع المحلي، يمكن كثير كمان هيك بردت قلب السوريين بهديك المناطق، الناس الطيبه طبعا خلينا نقول. اليوم في عنا حمله دعم اللي هي مثل ما قلنا التشجير، البدايه بالحملات التوعويه والدعم للمناطق الساحليه الجميله جدا اللي راحت للاسف في الحرائق. شو رح تعملوا حتى فعلا تدعوا الكل يروحوا على حملات التشجير، زراعه الاشجار السمينه المشهوره فيها الساحل السوري مثل الحمضيات، الزيتون، التين، فخلينا نحكي عن هيك مشاريعكم. هلا انا مثل ما ذكرت لك انه نحن لما عم نكون هاي الذكريات والمشاعر اللي عم تصير عند العالم، نحن في عندنا دائما شيء بنعمله، انه نحن بناخذ مجموعه من الاشخاص ضمن انشطتنا اللي نحن معنيين فيها، الانشطه الرياضيه، بنخليهم يشوفوا الموقع اللي تعرض للضرر، الموقع اللي تعرض للضرر، المأساة اللي بتكون موجودة فيه أو الحزن اللي بيكون موجود فيه، هو الشيء بيخلي العالم تندفع لحتى أنها ترجع يعني مثل ما كان. يعني رح تنظموا المناطق. تمام. مثلا ريف القرداحة، ريف جبلة، طرطوس. تمام. مثلا حمص. رح تقسموا المناطق، رح تعملوا مواعيد بكل منطقة؟ أكيد طبعا. هلا نحن مثل ما ذكرت لك مسبقا أنه الفريق منتشر بعدة محافظات، يعني نحن أساسا الكادر موجود بكذا محافظة. نحن بالوقت الحالي بلشنا ننظم مع مديريات الزراعة للوقت المناسب لانطلاق حملات التشجير لحتى نبلش ننطلق معهم في محميات معينة. نحن الحريق ما صار بس هذا، في حريق صار سابق كمان وتعرضت فيه محميات لحرائق كمان وأضرار كتير كبيرة كمان نظمنا معهم، بس مثل ما ذكرت لك في موعد محدد للتشجير ببلش فيه، مو بأي موسم بيتشجر. وهدول المديريات وفقا لرأيها ولخبرتها بهذا الموضوع هي اللي بدها تطلب مننا نحن نحرك المتطوعين وفق لهذا الموضوع يلي صار. وبالإضافة لأنه نحن رح نقدم كفريق مننا شخصيا يعني حملات لنرجع نساعد هدول المزارعين يلي فقدوا جزء من أراضيهم، طبعا يلي بنقدر عليه نرجع نعوض لهم، شو فينا نعوض منه بالمساعدات يلي ممكن تجينا او حسب التوجيهات يلي ممكن تصير مننا لحتى نرجع هالتشجير. اكيد مثل ما حكينا انه قد الشعب السوري، قد الشعب السوري رائع، حسيت كلياتنا قلبنا واحد وروحنا واحدة. يعني حكيت انت اكثر من 1000 اتصال او 1000 متطوع اجوا على الحرائق وعلى الخطر، يعني خلينا نحكي اكيد شو بتوجه كلمه ل كل الشباب السوري، قديش اندفاعه ومحبته لوطنه، قديش هذا الشيء حلو، قديش هذا يعني هذا الشيء اللي نحن بقلبنا وبنفسنا واللي منشور عند كل السوريين شيء رائع. وانتم كفريق شو تطلعاتكم للمستقبل؟ بس عم تلاقوا هالروح الحلوه، هالشباب السوري المندفع حتى على المخاطر، شو رايكم؟ هلا بحب اوجه لهم للشباب المتطوعين معنا وكل شيء اتصل وحتى اللي ما قدر انه يتابعنا يكون معنا، بحب اوجه لهم شكر جدا من القلب على اللهفه اللي طلعت من عندهم اللي كانوا معنا. يعني الحمله كانت مو بس مجرد شباب، كان معنا كثير عدد من الصبايا وكلهم قدموا مساعدات، وكلهم اللي ما كان قادر يساعد بالاخماد او التبريد كان قادر انه يساعد الاهالي النازحين، يساعد المتضررين. حدا تعرض لضرر، حدا انحرق، حدا صار له شيء من الموجودين من فريقنا؟ شغلات بسيطه ما بينحكى فيها تجاهي اللي صار، يعني عرفتي كيف؟ انه قلت شوي بالمعدات، انه بس انه هذا شغله ما بينحكى فيها، انه صعوبه بالوصول للمناطق الحراجيه شوي، بين انه عم ندعس على الجمر بس انه بمناطق بس لحتى نوصل لشغله شاعله لحتى نقدر نطفيها. ضلينا لحد ما طلع علينا الضوء ونحن منتشرين انه عالم عم تريح بعضها، يعني كان في جو لهفه ومحبه انه لا انا بدي ريحك، انا بدي اشتغل عنك، انا كذا، خلص يعني كان الجو جميل جدا. يعني حتى انه بس تشوفي هذه اللهفه وهي الجمعه مع بعض بتحسي قديش انه سفي روح طيبه، بين انه كثير كويس، كثير كويس هذا الشيء عند الشباب السوري. تطلعاتنا بالنسبه للفريق للمستقبل، احنا هلا كونوا بمرحله مراحل الاولى من الفريق، مراحل تاسيس الاولى، عم نحاول ننشر الفكر تبعنا ونحفز الشباب على الرياضه وعلى العمل، وانه انتشار الواسع، نوسع القاعده الشعبيه تبعنا والانتشار الواسع بالمحافظات حتى نقدر نوصل مثلا لابن الشام نفرجيه جمال اللاذقيه، لابن اللاذقيه نفرجيه جمال المناطق اللي بالشام، ونعمل الفه واختلاط بين الشباب ونعرفهم على هذا الشيء.
شاء الله بتتوسع هالقاعدة الشعبية. شكرا. إبراهيم، يعني بدي أسألك، يمكن كل حدا فينا علق بذاكرته مشهد معين، إن كان لأشخاص، كان للشجرة، إن كان لزيتون على الأرض، زيتون فلاح عم بيبوس شجرته. شو أكتر مشهد أثر فيك شفته أنت وما بتنسى بحياتك؟ هذا اللي بده يعطيكم دعم أنه لا، نحن هي الأراضي هي كنز، كنزنا وسلتنا الغذائية اللي كل سوريا عم تاكل منها. يعني أنا بتذكر هلا نحن تعرضنا، طبعا هي مو أول مرة نحن بنطلع يعني للإخماد، السنة الماضية تعرضنا لحريق بس هاد كان كبير. إيه تماما. ففي مشهد أنت عم تذكري لي المشهد. ايه. تعرضنا لحريق، فكنا كمان بريف القرداحة عم نحاول نطفي، فبعد كان يوم الحريق ضل أكثر من 4 أيام وكان واسع جدا، فالسيارات الأطفائية اللي كانت بالمناطق بأسفل الوادي صعب كتير توصل، فكانت عم يوصل عدد قليل من السيارات. بتذكر يومتها كان في المشهد قدامي الشجر عم يحترق، كنت واقف أنا وكابتن حيدر، فلما خلص الخزان تبع المي وما عاد فينا نعمل شيء، والشجرة عم تشتغل هيك، يعني وقفت عم طلع هيك بالشجرة انه حسيت انك عاجز، انه انا ما فيني اعمل لها شيء، جنبها ما فينا نعمل يعني شيء، بس عم تطلع عم طلع فيها هيك وعم بعتذر منها انه ما عاد في شيء نعمل. يعني فهذا المشهد كثير اثر فيني، وحسيت انه لا، لازم يكون في شيء نعمله نحن لنتجنب انه يصير هذا الشيء. ومن وقتها لهلا نحن يعني عم نفكر كنا بكيف بدنا ناسس هذا الموضوع ونشتغل عليه. ومثل ما ذكر يعني نحن بلشنا انشطتنا ببدايه الشهر التاسع. يعني نحن لسه شهر تقريبا مبلشين بهذا الموضوع. تمام. اكيد واكيد حتبقوا مستمرين، ويعني مثل ما حكيت امبارح نزلت ستوري لي وقلكم عندي على الانستا وعلى المواقع التواصل الاجتماعي نزلت، ف يعني كميه التعليقات اللي اجتني كثير كبيره، كثير حلوه لكم. يعني هذا الشباب مثل ما حكيت لكم امبارح، انتم الشباب السوري اللي نحن بنشوف حالنا فيكم. يعني هلا الشباب يلي تشجعوا يلي حبوا يفوتوا مع المغامر السوري، شو بتحب توجه لهم كلمه وكيف ممكن يجوا يتطوعوا معكم؟ وهل هذا التطوع دائم ولا لا؟ هلا نحن بالنسبه للتطوع بالفريق والعمل بالنسبه للفريق، فيهم بيتواصلوا معنا على صفحه الفريق على الفيسبوك. تمام. في اعمار معينه، بنيه جسديه معينه، بالفعل في شيء؟ بالفعل في اختبارات وفي معايير للقبول بالفعل، وفي عندنا الكابتن حسين نمره هو اللي مستلم موضوع القبول، في معايير بالضبط محدده وبنيه جسديه وقدرات، واكيد انه في قدرات وفينا نحن منطور قدرات الشخص اللي بيجي، انه بيكون اكيد الشخص اللي جاي هدفنا الاساسي نحن نطور قدرات هاي الاشخاص أكيد. اللي بتيجي. نحن بنتشكركم كثير على وجودكم معنا. شكرا. يعطيكم الف عافيه. تحيتنا لكل الشباب ان كان من المغامر السوري ولكل شباب المجتمع المحلي واللي هبوا من عده محافظات لانقاذ ما تبقى من الاراضي الزراعيه. وجبال العز دائما بيلبق للعز، فينا نقول بحاجه لدائما الدعم لحتى تبقى خضراء. رح نرجع نعمرها كمان وهيك نزرعها مثل ما بيقولوا. هذا واجب يعني بالنهايه. أكيد. واجب. شكرا لكم. شكرا كثير لكم. اكيد حنرجع نعمرها بوجود هيك شباب سوري. نحن مثل ما حكيت فخورين فيكم ونحن بنكبر فيكم. شكرا لكم. شكرا لوجودكم معنا، ونشوفكم اكيد بحلقات قادمه. شكرا لكم. شكرا لكم. هلا يعطيكم العافيه. اما هلا سمر بدنا ننتقل لموجز لاهم الانباء على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا بشرى زيني. صباحك يا بشرى. صباح الخير زينب. موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. خرج المئات من أهالي منطقة الشداد بريف الحسكة في مظاهرة احتجاجية تنديدا بجرائم ميليشيا قسد وقوات الاحتلال الأمريكي ضدهم، فيما أقدم مسلحو الميليشيا على استخدام السلاح في محاولة لتفريق المتظاهرين. وذكرت مصادر محلية لمراسل الإخبارية أن المئات من أهالي منطقة الشداد تجمعوا في المدينة بريف الحسكة الجنوبي للتنديد والاحتجاج على جرائم وممارسات ميليشيا قسد بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي.
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أنها لا تستبعد احتمال عقد اجتماع جديد حول سوريا هذا العام. ونقلت وكالة سبوتنيك عن ممثل المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخية قوله: لا نستبعد مثل هذا الاحتمال، لكن عقد الجولة المقبلة من المحادثات بشأن سوريا بأي صيغة سيتوقف على رغبات الدول الضامنة نفسها، والأهم من ذلك على الوضع الوبائي في البلاد. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4826. وأعلنت وزارة الصحة في بيان شفاء 33 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1364، وتسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 231. وفي خبرنا الأخير، دخلت وزيرة الخارجية السويد أنا ليند في سجال مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو بعدما طلبته بسحب قوات نظامه المحتلة من أراضي شمال سوريا، الأمر الذي أثار حفيظة الوزير التركي الذي كشف عن أطماع نظامه ومساعيه للهيمنة على المنطقة. وفي مؤتمر صحفي ساد فيه التوتر والسجال في أنقرة، دعت الوزيرة السويدية باسم الاتحاد الأوروبي النظام التركي إلى سحب قواته من شمال سوريا، إلا أن جاويش أوغلو رد على هذه الدعوة بغضب وبطريقة تظهر ديكتاتورية نظامه وابتعاده عن مبادئ الحوار والمعايير الدبلوماسية، وكاشفا عن إصرار نظامه على الاطلاع بدور في حماية الإرهابيين في إدلب. ختم هذا الموجز، عودة إلى استوديو صباح نغير. شكرا لك يا بشرى. اكيد مشاهدينا مكملين باخر فقراتنا الصباحيه لهاليوم، وهلا سمر شو عندنا؟ هلا فقرتنا الاخيره مع السينما وللفن السابع، نكهه خاصه بنجدران قلعه دمشق التي تشهد ايام مهرجان القلعه للسينما الطلابيه الذي يقيمه المعهد التقني للفنون التطبيقيه بالتعاون مع المؤسسه العامه للسينما برعايه وزاره الثقافه. والحديث بشكل موسع حول الموضوع بنرحب بالاستاذ وضاح سلامه مدير المعهد التقني للفنون التطبيقيه ومدير مهرجان القلعه للسينما الطلابيه. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحكم. يا اهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح يعني خير. عم نحكي عن مهرجان القلعه بظل ظروف استثنائيه، اول شيء كيف بدات الفكره وكيف بهي الظروف يعني هيك طلعت للضوء؟ اكيد نحن بمعهدنا معهد تقني للفنون التطبيقيه في عندنا ضمن المعهد في اقسام، ضمن الأقسام في قسم التصوير الضوئي. بهذا القسم نحن مندرس طلابنا لمدة سنتين، وطلابنا بيتخرجوا بأفلام خاصة فيهم. طبعا بيصير في كادر تدريسي بيدرس هذا الموضوع وبيخرجوا أفلامهم بالسنة الثانية. انطلقت الفكرة من ضمن المعهد بقسم التصوير مثلي برئاسة القسم والأساسي، أنه ليش ما بنعمل نحن شيء له علاقة بمهرجان سينما بخص للطلاب، بأسوة بمهرجان سينما شباب، أسوة بمهرجان مؤسسة العامة للسينما اللي بيصير سنويا. فانطرحت الفكرة وانطرح الموضوع، لقى إقبال كثير جيد بالمعهد. طرحنا الموضوع على الوزارة، طبعا بما أنه نحن ضمن كادر وزارة الثقافة، لقى قبول وتشجيع كثير من السيدة الوزيرة، وانطلقت الفكرة من هون. عملنا صفحة خاصة لنا وصرنا نراسل جامعات ومعاهد بتشبهنا برا، يعني بدول تانية برا. لقينا كثير في تشجيع لهذا الموضوع، اقبال كثير كبير، اجانا افلام تقريبا بحدود 70 فيلم من دول اجنبيه، من دول عربيه ومن داخل سوريا طبعا. استمر الموضوع لحتى لي شكلنا الفكره الكامله عن الافلام كلياتها، وبالمؤسسه العامه للسينما كان في تعاون كثير كبير، شكلت لجنه تحكيم ولجنه مشاهده. هذول اللجان شافوا الافلام كلياتهم اللي وصلتنا على الايميلات تبعهم، وتحكمت وتشاهدت ونشاف انه المناسب للعرض، وتم القبول لتقريبا 40 فيلم مشارك معنا من 14 دوله من برا اجنبيه وعربيه، وفي عندنا تقريبا بحدود ال 22 فيلم داخل سوريا من طلاب دبلوم تاهيل بالمؤسسه العامه للسينما ومن طلابنا اللي هن خريجين معهد تقني للفنون التطبيقيه. وتم التجهيز للمهرجان
وصار الافتتاح يوم الأحد بقلعة دمشق. أكيد حنتابع حديثنا معك، بس هلا بدنا نتابع مشاهد من حفل الافتتاح. أكيد تمام. De que fuéramos después a Cartier-Latin, ¿te acuerdas? A París. Es tu gran oportunidad para darte a conocer. Pero necesitaríamos unos cuantos bocetos más y alguna obra. يعني مثل ما تابعنا أستاذ وضاح، يمكن هالمهرجان كتير مهم بالنسبة للطلاب اللي بذلوا قصارى جهدهم من خلال طبعا السنوات اللي قضوها. خلينا نحكي شوي اليوم عن سوية هاي الأفلام، عن العدد التقريبي. حكيت شوي يمكن كم معلومة عن العدد، بس خلينا نحكي عن السوية، كيف كان وقديه مهم للطلاب هذا الشيء؟ لأكيد هو أهمية المهرجان، خلينا نحكي بشكل دقيق، هو لأول مرة بيصير بسوريا. وسوريا نحن كلياتنا بنعرف انه نحن هي طاقة إبداع، طاقة يعني شبابية، تمام، يعني شبابنا كله المبدعين، وجيلنا اللي عم يطلع كل سنة نحن بنستقبل طلاب، عم نتفاجئ انه في كتير سوية عالية بالتفكير. فهذا الموضوع كتير ساعد لأنه ينجح المهرجان، بما أنه هو أول مرة بيصير بالبلد وهو طلابي، يعني نحن حصرنا أنه هو سينما طلابية وفي اختصاص موجود بهذا، ليش ما يكون في لهذا الجيل شيء مجال يشتغلوا فيه وخاصة بالفن السابع. هلا نحن كان السوية نوع الأفلام تقريبا كانت دراما اجتماعي إنساني، يعني تقريبا هيك كانت الأغلب. ولجنة التحكيم كانت على مستوى عالي جدا، يعني هن مؤسسة عاملة السينما، يعني أسماء أكيد تعرفوها مثل الأستاذ أيمن زيدان رئيس لجنة التحكيم كان، وفي معه الأستاذ مهند كلثوم، الأستاذ علي العقباني، الأستاذ حسام وهب، كلهم موجودين هدول. يعني كان في يعني رؤية خاصة للأفلام انتقوها بشكل كتير دقيق وعالي جدا، لهيك بنلاحظ أنه المستوى كتير كان جيد جدا، ما بدي أقول والله كتير قارق، ولكن جيد جدا يعني بالنسبة للأفلام اللي عرضت. صار بالنسبة لطلابنا هو بيفتح لهم أفق، يعني نحن بالنسبة لأن طلابنا فتح لهم أفق. عن جد أهمية المهرجانات للطلبة. هو هيك صار إنه طلابنا هني طلاب بيدرسوا سنتين، فنحن شو لازم نعمل لهم لحتى نفتح لهم أفق؟ لازم نعمل لهم حوار ثقافي مع جهات تانية، يعني تشتغل نفس الشغل لهذا اللي عم يشتغلوه. فكان هذا الهدف الأساسي، هو عمليا رح ينزل على الساحة. نحن كلنا بنعرف إنه السينما هي بتنقل واقع بخيال وإبداع. فجيلنا هذا الموجود بالمعهد، طلابنا قسم التصوير، نحن أعطناهم هاي الفرصة لحتى يشوفوا تجارب آخرين، يحتكوا بثقافاتهم، يشوفوا كيف عم يحركوا الكاميرا، كيف عم يشوفوا إضاءة، كيف عم يطرحوا الدراما الموجودة، كيف أو أي موضوع وثائقي أو أي شيء عم ينتبهوا، لأنه كل تفصيل موجود ضمن الفيلم، لأنه بنعرف إنه في فيلم ضمن فيلم، يعني دائما في فيلم بنشوفه كلياتنا منتج، بس ولكن في أثناء التنفيذ بيكون كتير في مراحل لحتى ينتج الفيلم. هي نحن فدنا طلابنا فيها. طبعا هو الغاية إنه نحن لحتى بكرة بس يفوتوا على الساحة العملية موجودة بالفن السابع يكونوا هني قادرين لينتجوا فيلم على سوية عالية. نعم. طب خلينا نحكي اليوم كمان، انتم مثلا هلا هالطلاب المتفوقين شو راح تقدموا لهم؟ هل في منح او دعم او ممكن يبصر اي مشروع يعني الضوء مع ناس عم هيك ذو خبره؟ لا اكيد احتكاكنا مع الـ
الفنانين الموجودين اللي كانوا مشاركين معنا بتقلل الموجود يعني بقول الحياة فرص يعني. تمام. ممكن أي واحد من شبابنا يكون عنده فرصة مع هدول، لأنه إذا بشاف أنه في عليه مثل ما بيقولوا ضوء يعني أكيد راح ياخده ويستفيد منه بإخراج بفيلم بإضاءة، أكيد أكيد هذا الحكي. وبدي أكد على شغلي أنه سيدي الوزيرة كتير كانت متشجعة على المشروع، كانت داعمة لهذا المشروع، وهي هلأ عم تعطينا فرصة لقدام أنه نحن ما يكون واحد، لازم يكون اثنين وثلاثة وأربعة، بدعم كتير كبير يعني، بدعم كتير كبير عم تشجعنا لحتى لي نرفع المستوى أكتر. نحن بما أنه نحن بعدنا معهد تقال الفنون التطبيقية وعلى مستوى كتير يعني فينا نقول ما عندنا إمكانيات عالية جدا نحن، ولكن ضمن الإمكانيات الموجودة قدرنا نعمل هذا المهرجان أو على أهميته، لقى قبول كتير قوي، وإن شاء الله لقدام أكيد وزارة الثقافة ما راح تقصر، راح تفتح مجال لحتى لهذا الجيل اللي نفذ مشاريعه يوصل لمستوى أعلى إن شاء الله. خلينا كمان نتعرف أكثر عن الأجواء، كيف كان التفاعل بين الطلبة والأساتذة، مثل مثلا الأستاذ أيمن زيدان بنوجه له تحية، ونحكي كمان عن أنشطتكم القادمة كالمعهد التقني للفنون التطبيقية، شو في عندكم شيء جديد؟ هلا نحن بالنسبة لنا أكيد ما لنا موقفين، نحن في بمعهدنا في أربع أقسام، في قسم التصوير الضوئي، في قسم النحت، قسم الخزف، قسم الخط العربي. هذول الأقسام هي نادرة تدرس بمعاهد تانية، معهدنا الوحيد بيدرسون حاليا يعني، هي الاختصاصات فريدة من نوعها، بتعطي شهادة للطالب عنا. نحن أكيد مشاريعنا ما وقفت، في عنا مشاريع كتير، في عنا بكل الاختصاصات رح نشتغل نشاطاتنا طبعا. من فترة كان عنا ملتقى نحت لطلابنا، وكان في عنا ورشة رسم لطلاب كمان ضمن المعهد. لقدام في ورشات كتير حاطين مثل برنامج لإلنا نحن، طبعا ماشي بالتراتب وراء بعضهم. علاقة الطلاب وقت ما كانوا عم يحتكوا مع هدول الأشخاص كانت كتير جميلة يعني، في نوع من التشجيع، لأنه أول مرة بيشوفوا هاي الحالة ما كانت قبل يعني، شافوا كتير إنه شخص مهم مثلا يشوفوه بهذه الطريقة، كان كتير بالنسبة لهم. طيب والأساتذة كيف كان تعاملهم مع الطلبة، كيف كانت روح العمل؟ كتير كانت جميلة يعني، أنا التواضع الموجود جواتهم أعطانا روح رفاقية، بتحسي فيه إنه اللي ما بيعرفوا بعضهم من زمان مو جديد يعني، في صار في إعطاء معلومات يعني بين بعضهم يعني، الأساتذة صاروا يعطوا معلومات للطلاب الموجودين يعني. حتى امبارح كان عندنا ندوة نحن كمان عن المهرجان، كان كتير في تفاعل بين الطلاب وبين المحاورين يعني، أسئلة كانت قيمة والإعطاء كان قيم، معلومات مهمة جدا استفادوا منها طلابنا. نعم، شو خبرتهم لطلابك قبل العرض بهذا المهرجان؟ كان لك كلمات هيك يمكن نصائح عطيتهم ياها؟ هيك حبيت انه هن تخرجوا بقى عم يعملوا شيء عملي. اكيد نحن دائما يعني ككادر موجود ضمن المعهد، كادر كثير مهم، دائما في عندنا تشجيع لطلابنا يعني، نحن بنشجعهم لبعدين. اكيد معهدنا بيخرج جيل بيرفض الحركه التشكيليه موجود بالساحه بسوريا، بس نحن دائما كأساتذة، ككادر تدريسي، ككادر إداري، دائما نعطي نفس لطلابنا أنه أنت مهم يعني، أنت موجود بهذا المكان مهم. ما انقبلت بالمعهد تقني الفنون التطبيقية من لا شيء، لأنه نحن دائما نأخذ الموهبة، معهدنا له مسابقة وبيأخذ مواهب بالفن، فأكيد ما نك سهل، أكيد أنت كتير مهم، أكيد أنت راح تعمل شيء لتاريخك يعني، أقل شيء كنا نحكي أنه أنت راح تعمل شيء لبعدين، ولو أنه هو ما انتشر عالميا أو ما انتشر محليا، بس أنت عم تعمل شيء ولو شيء لإلك، هذا شيء بيخصك إلك، تاريخ ممكن تسجله بعدين أنه أنا عملت هيك. فكان هذا التشجيع الدائم لطلابنا، وكانوا كثير هن مبسوطين من الحالة لأنه أول مرة بتصير يعني، هن ما كانت قبلت يتضوى على هذا الموضوع، كثير انبسطوا بالحالة الموجودة بمهرجان القلعة للسينما الطلابية. أكيد بالختام بدنا كلمة توجهها لطلابك، شو بتحب تقلون؟ أنا دائما هي لطلابي بقولون أنتوا مهمين جدا بالحياة، أنتوا لازم لقدام تكونوا كثير عم تشتغلوا صح، لازم نبني سوريا سوا كلياتنا ونرفع المستوى كثير عالي، وبضل نرفع المستوى لأنه سوريا هي طاقة إبداع موجودة بالعالم، تاريخ حضارات قديم، ما فينا نقول يعني، ما في حدا بالعالم ممكن ينكر شو هي سوريا وشو أهميتها بناحية الفن والإبداع.
نعم، يعني بظن أنه كل الطلاب هلأ الأكاديميين بحاجة للكلمة الحلوة والدعم حتى يعطوا أكيد. أكثر شكرا لجهودكم وشكرا وهيك بالتوفيق كمان بالمهرجانات، وإن شاء الله دائما يكون مستمر بهمتكم. شكرا كثير كثير لوجودك معنا، ومنوجه تحية لكل طلابك ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كثير لكم أما هلأ سمر وصلنا لنهاية صباحنا اليوم، نتمنى يكون حمل المتعة والفائدة لكل مين تابعنا. أكيد تحيتنا موصولة لرجال الجيش العربي السوري وخاصة اللي كمان كانوا مشاركين بإطفاء وإخماد الحرائق بالساحل السوري الحبيب والغالي. نتمنى فعلا هالأزمة ما عادت تمر علينا، نتمنى هيك الفرج لكل الأهالي المتضررين، وإن شاء الله تكون بردة قلوبكم كمان. الكلمة الحلوة إلى أثر كبير، نتمنى يومكم يكون مليء بالطاقة الإيجابية والمتعة. نهاركم سعيدة وتكونوا بألف خير وصحة، ونهارك سعيدة ونهارك سعيد يا زينب. أكيد لهم نكون وصلنا ختام مشوارنا الصباحي لليوم، نلتقي بكرة على الساعة 9 من هلا وقتها، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.